مشاهدي قناة شوف تيفي مساء الخير عليكم، مساء النور للجميع. مباشرة من مدينة مكناس، من أشهر مكان كيتباع فيه الورد. نخليكم تكتشفوا معنا بمناسبة رأس السنة الأثمنة والأنواع ديال الورد وكل نوع وشنو سميتو ولاش كيصلح. إذا نخليكم تكتشفوا معنا أشهر مكان كيتباع فيه الورد هنا بمدينة مكناس. مارشي، احنا الان كنتواجدوا في وسط المدينه، مارشي سنتر. بمناسبه السنه كاين اقبال كبير على الورد هنا بمكناس، طبعا في المغرب كامل. الله يجيبك التيسير. اذا غادي نمشيو للخرجه، هي اللي فيها انواع كثيره ديال الورد. خليكم معنا تكشفوا انواع جميله ديال الورد والاثمنه ديالهم، وكل لون وشنو هو المعنى ديالو او الاسم ديالو او لاش كيصلح. السلام عليكم. الله يبارك فيك. سنه سعيده بالخير والتيسير. الله يخطيك. كاين الاقبال على الورد ياك؟ شكون هذا العام ولا العام اللي داز لي كان الاقبال اكثر؟ العام اللي فات واخا. بالنسبه للناس اللي باغيين، بالنسبه للناس اللي باغيين يشريوا الورد، قل لهم هذا الاثمنه ديال الورد، ديال كل ورده، يعني كل ورده واللون ديالها والنوع ديال الثمن ديالها. نقول لك تقريبا الثمن نفس الثمن ديال الورد بيريوديك، بحال دابا في وقت عرس العين او هكا تكون طالع الثمن بلاصتو عند بائع بالجمله، ولكن كيطلع الثمن شويه شويه. يعني هذا هو اللي كيخلي الناس ما كيكونش عندها اقبال بزاف على الورد، لان الثمن ديالو كيرتفع في راس العام. بالعكس الثمن مناسب، الورده كدابا كدير 5 دراهم مثلا، 6 7، هذا هو الثمن الورده. يعني مثلا اذا واخا ورده وحده راه قيمتها بحال غرميط ديال الذهب. صحيح. ورده وحده. صحيح. عندها زعما خاتم كيقول لكم الاسم ديالك؟ عبد الاله. سي عبد الاله كيقول لكم ورده وحده كتساوي سلسله ديال الذهب. كتساوي ورده كتساوي غرميط نتاع الذهب. فعطيو لوالديكم وخوتكم وخواتاتكم ورده. الله يخطيك. شكرا لك بزاف. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، مازال احنا الان في اشهر مكان اللي كيتباع فيه الورد هنايا. مارشي سنترال. وتحيه خاصه لشوف تيفي جمال فلاور. جمال فلاور لما كتهدي الورده انتيا كنهدي للعالم كامل. شاخ خليك ليني كنهدي للعالم كامل. الله يخلينا شوف تيفي. الله يخطيك. ميرسي بزاف. فيها الناس ظريفين والناس مزيانين. ميرسي بزاف. اذا انا كنهدي هذا الورد لكل متتبعي قناه شوف تيفي. كاين شي اقبال على الورد؟ شكون هو اكثر نوع ديال الورد كيتشرى؟ ايوا الاكثريه تيتشرى الاحمر. الاحمر، علاش الاحمر؟ ايوا الاحمر راه كيعرف الحب. شكون الفئه اللي اكثر كتشري من عندكم الورد؟ يعني الشباب الكبار الرومانسيه فيهم الشباب، فيهم الكبار، فيهم الصغار، ما محدودينش. انت لمن تقدر تهدي الورد ديالك؟ انا المدام ولا الفقار. خلي المدام. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كاملين نهديو الورد للاعز ناس عندكم، كيف ما قال بائع الورد اللي كنا معاه دابا، قال لك ورده في هذه المناسبه كتساوي سلسله ديال الذهب. بابا نويل ها هو مول الصباط. شحال دايره هذه الباقه ديال الورد؟ مول الصباط هذه 200 درهم. 200 درهم ثمن مناسب. ثمن غزال كاع. ثمن غزال كاع والصبيبيط بكل شيء. واش بغيتي كثر من الصبيبيط؟ ها الصبابات ديال السي بابا نويل. كاين الاقبال على الورد؟ شويه. السنه اللي فاتت اكثر منها، اقبل اكثر من هذه. شنو السبب؟ شويه ناقص شي شويه. شنو السبب اللي قدر ارتفاع ديال الثمن ديالو من بلاصته ولا؟ لا ماشي ارتفاع، ارتفاع ديالو راه تيكون في اي مناسبه بحال هكا تيكون شويه ارتفاع ديالو. اذا الله يجيبك التيسير وسنه سعيده للجميع. الله يخطيك. هابي بيرثداي تو يو. والله
تجي اخويا قل لي كاين مهدي شنو كاين الاقبال على الورد هذه السنه ولا السنه على دار السنه الماضيه على حساب راس العام شي كاين الاقبال الحمد لله على الورد ماشي في ماشي غير راس العام في راس العام يعني في جميع المناسبات الناس ولاو كيديو دابا المرضى كيديو لي زانيفيرسير المهم يعني تطورات ما بقاوش كيديو التفاح البانه ولاو كيديو الورد دابا تطورات الثقافه ديالنا شي في البلاد هنا ديال الورد الناس ولاو كيعرفوا قيمه الورد واصلا فاش يكون شي مناسبه بحال هكا لو فيت دامور ولا عيد المراه ولا عيد الام راه تيكون اقبال بزاف يعني الناس ولاو كيعرفوا القيمه ديال الورد بهذه المناسبه ديال السرنا تبنت الورده الوردة هي المهم شيء هي أعز ما عندي حاجة أخرى خليها للجميع الأم الإسلامية خلي الأمهات ديالهم جاست ماي مادر أي لوف ماي مادر الله يخليها شي حاجة أخرى There is no love in this side just love your mother and Allah اذا المشاهدين قناه واو ثانك يو هو كيهديها لي وانا كنهديها لكاع متابعي قناه شوف تي في وشكرا ليك بزاف اذا غادي نكملوا الجوله ديالنا اللي ندخلوا لهذا المحل نتاع كيقولوا بان السنه الفايته كان الاقبال اكثر على الورد هاد السنه ما كانش بزاف ربما في المكان ديالو غالي وانما الجميل اللي يعجبني انا يمين درت هاد الجوله هو شتي اللي قال لي ورده في هاد المناسبه كتساوي سلسله ديال الذهب فشريو خوتكم سلسله ديال الذهب فشريو لامهاتكم والناس اللي عزاز عليكم السلام عليكم سنة سعيدة بالبرك فيك عيد ميلادك إن شاء الله قل لي كاين شي إقبال على الورد هاد العام؟ ضروري لا كل عام أو كل عام كاين إقبال على الورد الحمد لله بمناسبة السنة كاين؟ كاين شنو النوع ديال الورد اللي كيتشرى أكثر؟ أكثر هي البلو والروج البلو الأبيض الأبيض والأحمر بحال الأبيض السيرة هكذايا كيتشرى باش على بالنسبة لنا مخصصة للمناسبة واخا البيض شنو كيعني الورد داخل البيض شنو كتعني والأحمر شنو كتعني؟ تعني البيض تعني لاموتيي تعني لامور بيو خلاص الروج راسي لامور واخا الورد البيض كيعني تسامح والسلام الاحمر كيعني الحب الغوز يعني بحال بحال البيض لاميتي تعني لاميتي لاميتي الصفر لا جالوزي لا جالوزي ولا قلوار النصر شكون هي الفئة العمرية اللي كتشري من اللي كتشري الورد بزاف في هاد المناسبة؟ اللي جاي جينيراسيون تقريبا من صغير حتى لكبير الأسمنة ديالو؟ نعم الأسمنة؟ تقريبا 7 دراهم لاغوص دابا واصلة واخا هاد الكادو أو هاد الباقة 300 درهم 300 درهم لما كتهدي نتايا الورد في هاد المناسبة؟ واه بيان سيغ الوالدة المدام جميع المسلمين ان شاء الله الله يخلي لك معزز عليك ومشاهدي قناه شوف تي في الى هنا دمتم بالف خير والى دمتم بشر اخر في مكان اخر موضوع اخر وانا كنهدي هذه الباقه لكل متابعي قناه شوف تي في دمتم بخير والى اللقاء